الحقيقة أنه عايزين نتكلم أكتر عن هذا الموضوع بين النمو السكاني المتزايد وبين الموارد الثابتة. معنا هاتفيا الدكتور عاطف الشيتاني المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان. صباح الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك. صباح الخير يا فندم وصباح الخير لكل المشاهدين. دائما نتحدث عن مشكلة الزيادة السكانية وفكرة أنه أي زيادة سكانية تلتهم أي ثمار للتنمية وأي يعني مخرجات للاستثمار، وبالأمس تم طرح هذا الموضوع. وكان الحقيقة يعني ما هو صعب قوي ان احنا نبقى في مؤتمر اقتصادي وبنتكلم عن مستقبل الاقتصاد وما نتكلمش عن التنميه النمو السكاني. ازاي حضرتك شفت طرح هذا الموضوع بالامس، وايه اللي ممكن نستفيد منه من خلال هذا المؤتمر لمحاوله حل او وضع حلول حقيقيه وتطبق على ارض الواقع لمشكله الزياده السكانيه؟ وطبعا الزياده السكانيه يعني قضيه مزمنه موجوده في مصر، إنما طرحها داخل مؤتمر اقتصادي ده أعتقد يعني نقول إيه، وضع جديد وحركة ذكية من الحكومة. يعني هو كان البعد الاقتصادي المشكلة السكانية كان غائب لفترة، إنما لما أجي أتناول المشكلة السكانية في وسط خبر اقتصاد بيبقى معروف إن أنا لازم أشتغل في اتجاهين. الاتجاه الاول ان انا احاول ان انا اخفض معدل الزياده، معدل النمو، وفي المقابل تحويل الزياده الى قدره انتاجيه، لان انا متفق مع حضرتك او متفق مع معالي رئيس الوزراء في ان ضعف الموارد مع الزياده السكانيه بيعمل مشكله طالما الانتاج لم يلبي احتياجات هذه الزيادات. انما أنا بكمل على كلام سيادته وبقول إن المفروض إن الجيل اللي طالع، لأن مصر معالي رئيس الجمهورية قال برضه إن الجيل مصر بلد فتية وفيها شباب كتير وثلث السكان أقل من 15 سنة، وده محتاج إن أنا أفكر إنهم لما يخرجوا يبقى هم أدوات الإنتاج اللي تقدر تعدل الميزان. فهي قضية نقول إيه تنموية واضحة، وفي المقابل لازم انا اشتغل بمنهج علمي. يعني انا لازم اكون عارف ان علشان اعلم الجيل الجديد اللي هيطلع الانتاج بعد كده لازم اهتم بالتعليم، وعلشان اغير سلوك الانجاب اخلي البنات او الاناث ما تخلفش كتير لازم اديها فرصه للتعليم وامنع التسرب من التعليم، وعلشان لما تاخد قرار، لان هي القضيه كلها علشان اساعد الناس اساعدهم في اتخاذ قرار. انا عايز اخد قرار اجيب 10، في ناس بتاخد قرار تجيب 7-8 عيال اطفال، وفي ناس بتاخد قرار تجيب طفلين بس. هو ايه اللي بيخلي القرار يختلف هنا؟ على قد ما انا بستثمر في البني ادم وبديه وبساعده على اتخاذ قرار رشيد. انا ما هي دي برضو يا دكتور عاطف نقطه ديبيت او نقطه جدل كبيره قوي حتى بين المواطنين. كتير قوي تسمع مواطن بيسال حضرتك يقول لك طب انا ذنبي ايه؟ ليه ادفع انا ضرايب وادفع فلوس من عندي انا لواحد قرر يخلف 6-7-8 اطفال؟ طب ما انا ملتزم وجايب طفلين ثلاثه، فعارف الحمد لله اربيهم وعلمهم. للعلم لا انا سمعت كلامه يا فندم يبقى انا كده ارتحت، يبقى الحكومه تبدا توزع العائد الانتاج على الناس طبقا للي بيخلف وما بيخلفش، وده بيبقى وضع صعب جدا. لا طبعا انا بقول لحضرتك بس فكره الجدل، حاله الجدل، وفكره ان انا تاني برجع في نفس الفكره، فكره ان انا مع حضرتك عشان اتكلم على تنميه وعلى مستقبل انا لازم ابدا بشكل جذري احل القضيه دي من دلوقتي. انا هدي حضرتك مثال صغير. اتفضل. طبعا علشان نمشي بمنهج علمي، المسح الصحي للاسره المصريه اظهر نتائج لابد من الانتباه لها، ان حوالي لما بيسالوا السيدات الاطفال المواليد اللي انتوا انجبتوهم في خلال 5 سنين قبل المسح، انتوا كنتم مخططين لهم؟ لا، حوالي اقول لك 20% من السيدات قالوا لا. متخيله حجم مشكله ممكن حلها؟ هو ليه مش عايز الاطفال دي؟ لان هو ما كانش بيخطط له، يعني ما كانش لاقي وسيله، ما كانش لاقي عياده،
ما كانش فاهم الخطوره في الموضوع ان انا ما كانش عارف الخطوره حتى ما كانش العيل الغلطه اللي بيقولوا عليه في الارياف ده غلطه ما كنتش قاصده يعني حاجه زي كده. ما هو ساعات ما بيبقاش طفل إيه؟ واحد غلطه يا فندم بيبقوا كذا واحد يعني صحيح. عارفه حضرتك يعني كده ببساطه لو انا حسبت عندي 2 مليون مولود في السنه 20% منهم حوالي 400,000. انا ازاي بقى انا اخطط علشان ما اخليش ال 400,000 دول ييجوا اللي هم غلطه. انا عارفه حضرتك يعني في شرائح معينه من المجتمع محتاج ان انا استهدفها ببساطه. نقطه اخيره، انا عندي نعم. عماره مثلا لو فيها سكان متعلمين متنورين وكل واحد جايب طفل او طفلين على قد، لان المتنور في مصر هو عارف مش محتاج رساله عشان توعيه. نعم. وعنده بواب بيجيب 4 و5 هو بيشجع البواب. الامثله كتير قوي، الامثله كتير قوي يا دكتور عاطف، واحنا كتير حتى مع حضرتك حتى قبل كده طرحنا جزء من الامثله دي، ونامل ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني يكون في حلول سريعه جدا. الدكتور عاطف الشيتاني المقرر الاسبق للمجلس القومي للسكان، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم.